نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يكون اتفاق حقيقي والناس كلها تلتزم به، وأتمنى من الناس المسؤولين في القبائل يوصلوا رسالة حقيقية. في ناس ما اتصلوا من التلفاز ده، ما بيصلوا الكلام ده، لأنه يطبق على أرض الواقع. ونحن نبارك على السلام، السلام هو كويس، لكن احنا خلونا نطلع نشوف أنه الناس في السلام، سلام جوبا وسلام نيالة، والعبادات الجماعية شقالة ما يكفي كله كله. عشان كده دايرين نتكلم في جذور المشكلة دي. أصل الموت ما وقف، والحريق ما وقف، والقتل ما وقف، نفس نفس السيناريو اللي بدأ 2003، نفس السيناريو الآن بيتكرر بنفس الخطاوي وبنفس العصافير وبنفس الناس ذاته وبنفس المكون. انت فاهم القصة دي؟ عشان الناس ما تمشي بعيد كده وتقول لا 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 لا، القاعد يحصل الليلة في غرب دارفور وفي ولاية جنوب دارفور نفس العبادة الجماعية. الليلة لما تطلع ماليشيا مسلحة مدججة بالأسلحة وتمشي تخش في منطقة تحرقها تماما، وين الجيش ده؟ أنا دارف وين القوات الأمنية؟ يعني الليلة زي مجنقري حرقت تماما، سوق بدأت ماشية ما خلوا فيه أي حاجة. طيب دين منو ومنو المستفيد؟ نفس الكلام اللي قاعد يحصل في غرب دارفور، نفس الكلام اللي قاعد يحصل في غرب دارفور، نفس العبادات الجماعية البدل، ونفس الكيان، ونفس الأباليس. أنا بسميهم دين أباليس بالمناسبة، نفس الأباليس اللي بتقتل دي، نفس الأباليس الآن اللي بتقتل في جنوب دارفور وفي شرق دارفور وفي غرب دارفور. هل ناس تكون من 10 راجل 50 60 راجل الحكومة بتشيفه، الوالي ما بشيفه، العمدة ما بشيفه، العقيد بتاع الخير ما بشيفه؟ ده كلام ما صح. لا يمكن، لا يمكن يكون في سلام في السودان، سلام شامل وعادل، إلا إذا مشنا مشينا صح، وإلا إذا دقينا في الوتر الحقيقي. تزعل تسكت تبكي، ده ما شعننا، شعننا أن نقول النصيحة، والنصيحة تقولها في داخل بيتكم حتى تمروا برا. يا جماعة نحن دارين سلام شامل وعادل، دولة مدنية حقيقية. لا يمكن الدولة تكون كل يوم موت. نعمل يعني تعايش سلمي، سؤال التعايش السلمي اللي انت داير تعمله ده، هل مشيت انت فكرت في حل أزمة السودان؟ الهوية السودانية مشيت حبشتها؟ يقول لك ما مشيت حبشتها. طيب كيف تحل مشكلة السودان؟ مشكلة السودان في الهوية، الهوية السودانية، ما في حاجة تانية يا أخي، ما في قصة أنك أنت أبيض وأنت أسمر، لا في الهوية ذاتها. مشكلة السودان لا يمكن تنحلها إذا ما رجعنا لأهل العلم وأهل التاريخ وجابوا لنا ذات السودان ده من جوا. هناك قلت لك من دمنا جوا، ما في حاجة يقول لا واحد يطلع ينبذ الثاني ولا بتاع، الكلام ده ما بينتهي بسهولة، الكلام ده ما بينتهي. ولسه الميليشيات شغالة، وأي 6 أنفار ولا 100 ولا 5، شوف الكلام ده كويس عشان ما تقول له والله يا أخي إحنا دي قبيلة ما قبيلة. أنا ما بعرف، بعرف ميليشيا مرقت منكم أنتو، أي مرقت باسم قبيلتكم، أي تتحملوا المسؤولية. ما عندي لك أي 2 3، ما عندنا لدي 2 3. ما في حاجة، ما في قوة جات من قوة جات من برا عشان تحرق. والحكومة دي لا يمكن يوم واحد ما تجيب المجرمين، أصلا ما ممكن. كيف يعني انتو جيش؟ جيشون انتو يا أخي، انتو أطلعوا خلوا الجيش ده، أمنسوا الكاكي يا أخي، حرام عليكم، أمنسوا الكاكي انتو والبوليس كلكم، أمنسوا، أطلعوا من الكاكي برا، اتبرع من الكاكي انتو اللي لابسينه ده، حرام.
بدري في الثمانينات في كان جلالات في الجيش. جلالات كانت جميلة زمان ده برضو. ناس الجيش كان بيربوز بها ناس البوليس. بيقولوا كاكي جميل لابسينه الحمير لكن معلش لابسينه الجيش. طيب وين الجيش ذاته؟ اها سؤال. سؤال لكم انتم لناس الجيش ذاتكم. بيقولوا كاكي جميل لابسينه الحمير لكن معلش لابسينه الجيش ماشيين في البيادة حقتكم. طيب هسي وين الجيش؟ أين الجيش؟ أين الجشع؟ الناس بتموت كل يوم. دارفور بتنزف ويجي يقول لك احنا ان شاء الله احنا كرجال مقاومه او كان احنا كسوار دارين نوحي جمهوريه السودان. مرحب بالسوار الثوره السودانيه، مرحب بكم. لكن هل انه انتم دارين تمشوا تحلوا المشكله؟ صح هاي طوالي عنه جامعه الخرطوم. امشوا للاطباء في جامعه الخرطوم، ها جيبوا الجينات الوراثيه بتاع جمهورية السودان، طلعوها حطوها لنا برا، أي زول يعرف هو أبوه في السودان ده. أول حاجة نبدأ من الصفر وبعدين نحتفل، بس لأنه إحنا كلنا سودانيين. ما أي زول بتلون زي الحربوية كده، يجي يقول لك أنا عربي وأنا ما بعرف لك، ده كله كلام فاضي، رماد. والنار بتردي الرماد. دايرين شغل علمي، ما دايرين شغل سياسي، السودان لا داير سياسي يا جماعة، كله ولا داير اقتصادي. السودان ده داير ناس عندهم علم يمشوا وناس شجعان. انت فهمت القصه دي ولا فهمت القصه دي؟ 2016 2017 لما كونتوا الحركه الاسلاميه كونت وكذبت دائره دعم السلام في دارفور او في السودان في علي السبع زي السبع، من الاجنده بتاعت علي السبع زي السبع كان شنو؟ الجينات الوراثيه. لما طلعوها من جامعه الخرطوم في باقي القبائل اللي قد نفذها ما عربيه وما في عرب، قاموا دسوها في جامعة الخرطوم، هسي قاعدة في جامعة الخرطوم. نمشي هناك لا مفاوضات جبهة، اسمع كلامي كويس، ولا شايل البندقية، ولا حركة مسلحة، ولا أي زول. دايرين نكون احنا سودانيين فقط، ولا عرب ولا عفارقة. شنو أنتم متلصقين في الدنيا دي كلها؟ وكل يوم احنا بنقتل، وكل يوم نطلع نشوف لايف من لايف للايف من لايف للايف، وما استفدنا أي حاجة. خلينا من قصة أكلوا العيش، قتلوا البتاع، الخرفان رجعوا من السعودية، ما بعرف ليه، ده كله كلام فاضي ما وقته. ده ما بحل مشكلة بالمناسبة. ما بحل مشكلة. المشكلة في الجينات الوراثية. كلنا نتجه للجينات الوراثية، والله فاطية كلنا، الإعلام الحقيقي للثورة السودانية إعلامة الفيسبوك. مع احترامنا لهم كلهم والخزي والعار للمتبر للجنجويد، ما بنرحمكم اصلا. الزول اللي بيطبل للقاتل ده عمره ما يكون بني ادم، لانه بكون مجرد من الدمير الانسانيه. لانه انت لما تشوف المرأة بالليل هي شايله في طفيله، شايله طفيله في ظهرها، وشايله لها شويه ملابس في راسها وماشيه، انت والبقتله ده انت بتمشي بتنتمي لك بيجيها بتقتل. والله وطالله الحل واحد، يا نحن نقوده زي العنقبوت الموجود في داخل السودان ده. بالله العظيم دايرين نحل المشكله دي، حلها واضح. تين 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 الخبراء ما نمشي يمين ولا شوف حمدوك ما حمدوك، كل ما عندنا ما هو شغله. طوالي نمشي للجيران الوراثيه حقتنا بكل شجاعه ادبيه، نمشي هناك نشوف التكلفة كم، نعمل شغل جديد، خلوا شغل القديم ده حتقول لنا والله ده شغل مؤتمر وطني وما وقت، ده كله ما عندنا ما هو شغل. التكلفة بتاعت الخبراء كم؟ نجيبوا خبراء من الخارج ونجيبوا 50 مرة من كل قبيلة، نخسر 50 مليون دولار 60 مليون دولار ما مشكلة يا أخي، بس على شرط عشان نسكت الناس. والكلام ده ينطبع كتيبات تطلع عشان تكون الهوية السودانية اتثبتت أن النادي كلهم سودانيين. الماس سوداني ده دار نشوف الناس اللي بيمشي اللي بتتعلق في القبور في العرب، ما العرب دي زادة دارين يشوفوها. القصه جايبه لنا حسي حاليا مشاكل في السودان بتاعت المجد 1 والمجد 2، ونحن نعيد امجادنا كان احنا كجهينه ما جهينه، والكلام الفاضي ده كله ده كله صفايح، كله صفايح فارقه، ده كله صفايح الفاضي.
ما بعرف له قوة الهامش العريض وما بعرف له ده كله كلام فاضي. السودان ده يجب يتوحد ما بعد يسوى قوة هامش ولا قوة البارجيت ولا قوة الصفيح الأخضر، كلنا نمشي سوا وكلنا سودانيين ونقبل ببعض، لكن بحاجة علمية عشان ما في زول تاني يتكلم ولا في زول قائد التاني ولا في زول يقول لك والله يا أخي نحن ما كنا كان كده وكان جدنا فلان الفلتقاري العلاني تجي تدعانا فوق. لا 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 أبدا، أمشي ناقة الكتيب وين في المكتبة تشتريه ب2 جنيه ب5 جنيه ب6 جنيه تجي تجيبه بس عشان الناس دي كلها تسكت كلها تسكت. والله والله أنا واثق تماما الناس رجعت لأصحاب العلم. السودان ده بكرة وزبسكت ده أنا بتسمع بندقية ما ده دبي ما بتسمع ده فوراوي ولا بتسمع ده جعلي ولا بتسمع ده كلهم أم الكلب بعشو واحد الناس دي كلهم واحد جينات الوراثية حقتهم كلها واحدة ما تسمع سوالي. حتى اللغة العربية اسمع الكلام ده كويس عشان انت تقتنع يا اخي خليك انسان مثقف. اللغة العربية دي لغة زيها زي اللغة الانجليزية وزيها زي اللغة الفرنسية وزيها زي اللغة الاسبانية وزيها زي اللغة الامرية. اللغة العربية ما لغتنا نحن عشان ما تقولوا تتمسكوا في الكلام الفاضي ما تمسكوا باللغة. اللغة ما حاجة ثانية. اللغة العربية لغة استعمارية جاءت في زمن الإسلام انتهى. ثانية احنا كسودانيين عندنا لغات ثانية. هل عنه دي لغة ولا ما لغة؟ لغة يبقى معناته نحن ما نقعد نمسك عنه انت بتتكلم العربي خلاص انك انت عربي. لا ابدا، اللي بيتكلم الفرنسي الان كاميرون بتتكلم لغة فرنسية تشاد لغة فرنسية لما الاحترام الدول دي كلها سنتر اكثر من 44 دولة كويس او اكثر من 40 دولة افريقية بتتكلم لغات فرنسية وانجليزية. ما عاد الدول بسيطة جدا بتتكلم في اللغة العربية، دي كلها دي لغات استعمارية ما لغات أصلا ما أصلية. عشان ما نقعد نتكلم، ده يبقى أن هنا بترجع للهوية السودانية الحقيقية. عشان نحن نقدر نطلع من العنصر الدكتاتوري اللي أصلا ما طبق الشريعة الإسلامية ذاته في السودان. طبق العنصرية والعنصرية البغيضة الآن الموجودة في داخل السودان، وكل الناس كل يوم بيخطروا بها هي، بكلمة أنه إحنا كعرب. كلام ده لازم يتغير، ما بتغير الا بالجينات الوراثيه، وبنسكت ناس الجينات الوراثيه، ناس كدار جدا بيسكتوا في الكلام ده، والله قبائل بتسكت زب بدمره، والقبائل الحسي متعربه دي كلها من الجعلين، اسمع كلامي كويس، من الجعلين لحد ما يدوك اخر صفيح، نادي كلها بتخش في النوبيين جوا، لما تخش في النوبيين ده جوا بيسكتوا، ثاني اخذوا بيقول انا عربي، كله، العربي دي اللغه، ما عندنا معاه شغل. اللي بيتكلمها يتكلم، اللي ما بيتكلمها ما عندنا ما هو شغل، نحن سودانيين، يجب علينا نثبت نحن سودانيين فقط. عشان ما نقعد نجوب ما في ما لا يمكن يجي السلام في السودان ده والعنصريه البغيضه موجوده، والعنصريه لا يمكن تطلع بالبندقيه، العنصريه المفروض تطلع بالعلم، وتطلع بفهم، وتطلع بذكاء، وتطلع بنيه سليمه من السواد. ما تقعد تضيع الوقت. والكلام ده انا بوجهه لمنو يا جماعه؟ الكلام ده هو ذاته موجهينه لمنو؟ ما موجهينه للسياسيين، موجهينه لاخواننا الثوار، الناس اللي عندهم حمل الوطن القاتلين الليل والنهار، ولا للناس الحركات المسلحه شايلين البندقيه، كلكم خليكم طرف، لانه ما حتجيبوا سلام وعمركم ما بتعرفوا السلام، ما عرفتوا كيف؟ ليه؟ السلام ما بيجي بالبندقيه. لا يمكن انت شايل بندق انا شايل بندق نجيبوا سلام، وين السلام؟ بتتفاوض في جبل لكم سنه لحد هسه ماتوا في دارفور اكثر من 4000 او 2000 المعروفين قول 1000 ليه ماتوا؟ ليه ماتوا؟ هل بيقتلوا منو؟ والسبب شنو ذاته؟ تطهير عرقي؟ ايوه ليه؟ في ناس عرب وفي زنود صح؟ هاي ما في عرب ما في زنود في السودان. ما يجب علينا الحته دي عشان يا جماعه نحن عشان نحقن الدماء لازم نرجع للعلم. عشان نبني دوله لازم نرجع للعلم، الدوله ما بتتبني بالجهويه. والدوله ما بتتبني بالمجامله، جلابيتي وجلابيتك والليله مشيت عملت اتفاق، بكره مشيت عملت اتفاق اللي بتسويه ده انت بتسويه وين؟ هسه زي الاتفاق اللي تم بين احنا الرزيقات والفلاته. الاتفاق ده تم الناس اللي بتشوف التلفزيون عارفين انه تم. والناس اللي بتسمع في الراديو عارف انه تم، ما بيسمع الرادي كيف؟ ها؟ ما بيسمع ده كيف؟ بيوصل له منو؟ مسؤول منه منو؟ هتقول لي الشيخ والعمده صح؟
اي ايوه هم دي ذاته دي ذاته راس الرمح. سؤال، الناس اللي هسه بتتلايم دي وبتمشي بتحجم قريه بيكونوا قريب كم؟ 50 بالبسيط، بيكونوا 30. ديل ما فيهم عمده، ما فيهم شيخ، ما فيهم اي زول. يبقى انه السلام ما بيجي كده، يجي السلام ده بحاجه واحده فقط، بحاجه واحده بس. السلام بيجي، السلام بيجي لما نطلع الجينات الوراثيه والناس كلها تجي ويطلع في التلفزيون والناس كلها تعرف انه الناس دي هم دي السلاله حقتهم، كلكم هم دي لكم. ما تسمع الكلام الفاضي اللي يجيبوا لك والله نحن كم من كذا، من احنا من كذا. طيب سؤال، هل انه العرب كلهم جو من الجزيره العربيه؟ في ناس جاي من الجزيره العربيه، لكن قعدت انت لكم 1500 سنه ما تتكلم ليه بالجزيره العربيه، اتكلم انك انت سوداني. حتى لو كانت جزورك عربيه، المفروض انك انت تكون انسان عندك وطنيه، تتكلم انك انت سوداني، لانه انت قعدت اجداد اجدادك قاعده في البلد دي، وعيشت في البلد دي، وانت مولود في البلد دي، وبتحمل جنسيه السودان، يجب عليك تحافظ على السودان وليس لانتماء عربي. ماذا استفدت انت من الانتماء العربي؟ لما تمشي دبي وتمشي قطر وعمان وابو ظبي والمملكه العربيه السعوديه، بتمشي بتقعد بالكفيل، ليه ما تقول لك يا سلام انتوا من خلافه الراشدين ومن جهينه حاكم اقامه حره؟ ما بتقدرش تقعد تحت كفيل. يبقى انه معناته انت شنو؟ انت سوداني، انت ما عربي، انت سوداني. يجب عليك انك تحترم بالكلام ده، انت سوداني. سواء كان جيت من الهند، جيت من الجزيره العربيه، ولا جيت من اسكتلندا، ولا من النرويج، انت في النهايه انت سوداني الان، بتحمل جنسيه سودانيه. يجب عليك انك انت تحمي الوطن ده، تحمي الوطن وتحافظ على الوطن وتحافظ على انك انت سودانيتك. دي ما بتتسكت، والافواه البقيله دي ما بتتسكت الا شغل العلمي. نحن دارين نرجع للعلم، احنا اهل العلم نرجع للعلم، عشان ما في زول يقنب يتكلم ساكت ولا نسمع اي مسي. والتلفزيونات والروادي تشتغل في الموضوع ده لمده 6 شهور. اي انسان يعرف، ما دارين لا دارين اغاني، لا دارين اخبار، بس دارين شفت البرنامج انه الان سبدت السلالات السودانيه مربوطه مع بعض، القبيله الفلانيه بتتبع للقبيله الفلانيه، والقبيله الفلانيه جدهم الفلاني، وحاجه رسلت كده لكده لحته الفلانيه، عشان الناس دي كلها تفهم، تفهم كويس. ما نرجع للكتب، الكتب الحسي قاعده دي، المعرخين وغيرهم شالوا جزء وخلوا جزء، ده انا ما دارش.